أهلا بكم. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة، أكبر قافلة إنسانية توعوية تشهدها المدينة بالتعاون مع 11 وزارة ومؤسسة لخدمة المواطنين. وشملت قافلة مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية تضم تخصصات البطنة والجراحة والأطفال وتنظيم الأسرة والجلدية مع إحالة المرضى للمستشفيات حال احتياجهم لذلك، كجزء بالإضافة إلى ندوات ومؤتمرات توعوية وورش ترفيه. وتستمر القافلة على مدار عدة أيام تقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة من تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال. تنوعت أنشطة المبادرة وامتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة مصر تقرأ، ذلك فضلا عما تقدمه مبادرة تكلم نسمعك من الدعم النفسي.